رجاء حار لكل متابعي القناة تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وسيتم تثبيت أحلى التعليقات وتمييزها بالقلوب. رحلت عن عالمنا أمس الفنانة القديرة سناء مظهر عن عمر ناهز 86 عاما، ورغم عدم شهرتها الكبيرة في عالم التمثيل في السنوات الأخيرة بسبب اعتزالها منذ سنوات، إلا أن لديها قصة لن ينساها التاريخ المصري لكونها أرملة شهيد وبطل من أبطال الحروب المصرية. طبعا على الشمال الفنانة سناء مظهر، على اليمين هند رستم. سناء تزوجت في نهاية خمسينيات القرن الماضي من التيار الحربي حسن القصري، وعاش حياة هادئة إلى أن تم استدعاء الأسرة من قبل القوات المسلحة المصرية للمشاركة في حرب يونيو 1967، وحسبما ذكره موقع المؤرخين 73 عن كيفية استشهاد الجنود المصريين في الحروب، أوضح الموقع أن الأسري استشهد يوم 8 يونيو 1967 فوق مطار إنشاص. دي النجمة سناء مظهر الشقراء، شقراء السينما المصرية. ومن بطولات الأسري في الجيش المصري أنه نجح في بداية الستينيات من القرن الماضي وأسقط طائرة مينستر الإسرائيلية بالميج 17. ورغم وفاة البطل المصري منذ أكثر من 50 عاما، إلا أن سناء مظهر رفضت الزواج بعده. كانت فنانة مشهورة. ولمعت سناء مظهر في الستينيات من القرن العشرين عندما كانت إحدى الفتيات الثلاث في فيلم بياعة الجرائد مع ماجدة ونعيمة عاكف، وده الفيلم اللي فيه الأغنية الشهيرة حتى يا بط، والفتاة الأرستقراطية في أغلى من حياتي مع شادية وصلاح ذو الفقار. واصلت سناء عملها بالسينما ومثلت 13 فيلما كانت كافية جدا ليتعرف الجمهور عليها، ف13 عملا كانت كافية جدا لتعرف الجمهور عليها، حيث شاركت في العديد من الأعمال التاريخية مثل على هامش السيرة، وأدت أيضا دور الملكة بلقيس، أدت أدوار مختلفة ومتنوعة. ولا تهجل سناء مظهر شقيقة الفنان أحمد مظهر من أي عمل فني قدمته، وكانت تفاخر بأنها رفضت أدوار الإغراء بإصرار بسبب الصعوبات التي واجهتها في مشوارها الفني على حد قولها، والغيرة الفنية التي تعرضت لها من قبل زميلاتها. قررت سناء مظهر الابتعاد عن بريق النجومية والشهرة سريعا، وارتداء الحجاب والعيش في هدوء، وقدمت العديد من الأعمال منها بوابة المتولي، شاطئ المرح، بياعة الجرايد، النضارة السوداء، هنا شاطئ المرح مشهد منه. أما شقيقها أحمد مظهر ولد 8 أكتوبر سنة 17 وتوفي 8 مايو 2002، فهو ممثل مصري يلقب بفارس السينما المصرية، وتخرج من الكلية الحربية عام 38، معروف طبعا نجم الشاشة المصرية مع الرئيسين أنور السادات وجمال عبد الناصر، ثم بعدها ألحق على سلاح المشاة، ثم انتقل لينضم لسلاح الفرسان، وتدرج إلى أن تولى قيادة مدرسة الفروسية. رئيس جمال عبد الناصر على الشمال وأحمد مظهر على اليمين. وشارك في حرب فلسطين عام 48، ثم تفرغ للتمثيل فأبدع وترك تراثا كبيرا من فن الزمن الجميل. صورة تذكارية تجمع صلاح السعداني وأحمد مظهر ونادية الكندي وزيزي البدراوي وإبراهيم خان، صورة نادرة. أنا البرنس، أيدي الناعم. كان للفنان أحمد مظهر أخت شقيقة أيضا تعمل في مجال الفن تدعى فاطمة مظهر، وقدمت الكثير من الأعمال الفنية، لكن لم يجمعها أي عمل مع شقيقها.
فاطمة مظهر وأحمد مظهر. معروفة برضو، وهي من مواليد 2 يونيو 1943، أصغر من أخيها ب26 عاما، وتخرجت في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، ثم التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية. وقال موقع أصحاب للأبد لحفظ التراث أن عملها بالفن لم يكن محل موافقة من أخيها الأكبر أحمد مظهر الذي تولى تربيتها. وكان حريصا على مستقبلها التعليمي، خاصة أن فاطمة تمسكت بدخول عالم الفن خلال دراستها الجامعية، وهو ما رفضه أحمد مظهر بشدة. كان لها أعمال كتير برضو في الشاشة المصرية في المسلسلات. ورفض رفض مظهر لم يجعل فاطمة تتخلى عن رغبتها في العمل كفنانة، لكنها استطاعت أن تدرس وتعمل معا. وفرح أحمد بعد رؤيته أخته ناجحة في الدراسة رغم عملها بالفن، كانت متفوقة في الاتنين، الدراسة وفي الفن. وقدمت فاطمة ما يقرب من 40 عملا فنيا، ومنهم مسلسل القاهرة والناس عام 1971، وفيلم شياطين البحر عام 1972. خليكم تكملوا بقى الفيديو مع حياة أحمد مظهر ومراته وأولاده، وأسرار ما تعرفوهاش هتعرفوها لأول مرة في هذا الفيديو.